أخبار اليوم. من البلاد وتقليص مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الصورة في سوريا أصبحت أوضح الآن، كما أصبح واضحا من يقاتل الإرهابيين ومن هم شركائهم ومن يحاول استخدامهم لمصالحه. كما أوضح لافروف أن موسكو لن تطلب من الأسد التنحي ولن تعرض عليه اللجوء السياسي.